دعونا ناخذ هذه القصة تبين قضية إخلاص الموظف في عمله. ونحن في هذا الزمن نحتاج يعني لمثل هذا الموظف. هذا الموظف يقول كان عندي قضية، والقضية هذه تدور حول أرض في منطقة خارج الرياض، وصاحب الأرض هذه اللي ككل واللي باسمه الأوراق وكل حاجة موجود، ولكن الأرض قسمة بينه وبين 4 أو 5 من أقاربه، أخوه ورثه، ولا في أي دليل لهم شيء. يقول هذا الموظف، يقول كنت ليلة من الليالي بنام ويجيني هاجس، قلت وراني ما أخذ من هذا الرجل وثيقة أن الأرض هذه بينهم جميعا، من يضمن لي حياته؟ ومن يضمن لي ورثته أنهم يقولون فعلا أنها كذا؟ يقول سبحان الله العظيم، تبعد عنا حوالي 100 أو 120 كيلو، صليت الفجر، يقول شغلت سيارتي، استأذنت من دوامي، قلت بتأخر شوي، يقول والله وسمي بسم الله، جيت لمه وتقهويت له عنده وكذا، قال غريبة جاي لا اتصلت ولا، قال والله تبي الحقيقة أنا ما عرفت أرقد البارح، موضوع كذا وكذا وكذا وكذا، قال بيض الله وجهك والله أني هوجس في هالموضوع. يقول بسم الله، يقول اكتب اللي تبي، يقول واكتب ان هذه مخطط كذا الفلاني، القطعه الاولى لفلان والقطعه كذا لي وكذا، فصلها تفصيل هالموظف. يا سلام، وقع على الوثيقه هذه، والرجل صحيح ما فيه الا العافيه رأي القضيه هذه. هذا كان يقول يوم 3 أو 4، يقول انا خليت الوثيقه عندي، ويوم جاء يوم الاحد في الليل، او الاحد في الليل، يقول جاني هاجس اعلمهم ما اعلمهم، لا قلت لا، ما دام الرجال موجود ليش اثير فتنه؟ خل نحتاجه ولا لا، لكن ان احتجت له انا طلعته في يوم من الايام، وشيء مثبت الحين، وشيء مثبت. يا سلام، يقول هذا الرجل لي، يقول سبحان الله العظيم، يوم اصبحت الاثنين ويكلمني ولده، هذا الموظف يقول كلمني ولد هذا، قال ان جاي لابوي من فتره وكذا، وش الموضوع؟ قال والله موضوع خاص وكذا وبيني وبينه وكذا وكذا، المهم أطال عليه في التحقيق، وأحس في نبرة حزن، يعني وش اللي صاير؟ قال والله الوالد قام الضحى بيتوضى صلاة يصلي الضحى وطاح، شلناه المستشفى وإذا به ميت رحمه الله. يقول الرجل هذا من حبي له وتوقيع على هذه قلت إلا أروح أصلي معهم، يقول رحت الظهر وصليت معهم في ديرتهم، وجلسنا معهم في العزاء ذاك اليوم، ولين بينه وبين جاره مشكلة، يقول حاولوا كثير حتى ما وجاهنهم يصلحون ما بينهم ولا صلحوا. يقول أنا يوم طلعت عقب العصر بروح لأهلي، ويجيني لمة خير، قال ولا ما تمر تعزيه في جاره، الجار هذه بيني، قال رح عزف فيه. يقول وادخل عليه وأسلم عليه، عز الله عظم الله أجركم فلان، والله يغفر له ويرحمه. قال عاد ذاك الرفيزة، قال والله ونعم ونعم، قال ما ظنيت النعم تفيد هالأيام، عقب ما مات الرجال وش الفائدة من النعم؟ انتهت. لكن كانك صادق في كلمة ونعم، أبيك تروح تعز عياله علشان تطفى هالفتنة، لأنها بتستمر بين عيالك وعياله، الحين خويك مات وانت باسر بتموت وبتكبر المشكلة بين عيالك وعياله، لكن نصيحة لله راح عزهم بس. قال اليوم ماني براح لهم، لكن باسر اوعد كني. الموظف هذا ملهم سبحان الله العظيم، يقول يوم هذا واتصل على كبير عيال الرجال اللي ميت، قلت ترى فلان بيجيكم يعزيكم في ابوكم، يا سلام، فلا ارجوكم تفشلوني فيه، يطلع واحد نزغه ويطرده ولا يتكلم كلمه ما تسوى ولا، قال ابد ابشر. يقول انا تابعت الموضوع، اثر الرجل هذا، قال عيالة ترى لاخوانه وجماعتهم ترى ابو فلان بيجينا اليوم، وتكفون طالبكم طلبه لا تفشلونا فيه، ما دام انه جاوب يوصلنا برجله يعزينا فهذا كرم منه، مع انكم تعرفوش اللي صار بينه وبين ابونا. يقول سبحان الله العظيم، انا اتابع معهم من بعيد، يقول هذا الرجل بالتلفون، يقول والله يوم قالوا ان فلان اقبل، ويطلعون كلهم من المجلس يستقبلونا في الشارع، ما شاء الله، يا سلام، ويوم استقبلوه ويدخل ويعلن مسامحته، وتنتهي هالموضوع سبحان الله العظيم بمثل، ويرتاح ابوهم في قبره،
الموظف اللي ما اقتصر على اني وش دخلني. بعضهم يقول وش دخلني، ربما حل هالقضية الآن بأبسط الأمور. نعم. فلذلك يا أخواني حقيقة أول شيء قضية أن الإنسان إذا زعل على رفيزه يحاول يصلح، لأنه إذا دفن في الماء خلاص انتهى الموضوع، ما نفع الحكي. نعم. ما عاد فائدة، وش الفائدة من الصلح الوقت هذا؟ وأن القطيعة الآن يا ليتها بتنتهي على الرجل هذا والرجل هذا، تستمر ضغينة بين عيال هذا وعيال هذا، ولا عاد تصير نسبة ولا قربة ولا. فلذلك هذه خاطئة. أحيانا يا أبو نايف وليهم الإخوان، أحيانا يصير اللي بينهم المشكلة كل واحد ألذ من الثاني بالطيبة بالكرم بالابتسامة بجمال الحديث، وينحرم هذا من هذا بسبب مشاكل، بينما لو عولجت لاستمتعوا في دنياهم، ولا ربما كانوا تحت ظل الله عز وجل في أخراهم، ولا لا؟ ولذلك أنا أقول شوفوا شوفوا بدون تنازل، بدون تنازل من بعضنا البعض ما راح يصلح شيء، لازم نتنازل. أقل ما فيها تتنازل عن كبريائك اللي أحيانا يصير مزعج. والله عارف أنه الحسيني مثلا أنا زعلان أنا وياه، لكني عارف أن الحسيني جيد ورجل فاضل، إلا أقبلت عليه بيقبل علي، أقبل عليه خلاص. لكن والله ما أدري، عندي شكة مثل ما سوى هالموظف، يروح للطرف الثاني يمهد الأمور، ترى فلان احتمال يجي احتمال كذا، أو يجي للشخص اللي زعلان منها فلان يثني عليك ثنان طيب يقول ودي أزوره وهذه فرصة، يعني لا يجي ويلتقي بعكس ما كان يتوقع، هذا اللي أنا أقصده. فحنا لازم نتنازل لبعضنا البعض، أسأل الله أن يسعدنا جميعا يا ربي يا الله. لبعينك يا أبو محمد. في فم ما سمعنا منه إلى الآن.